وفي الموضوع الخاص بأزمة نقابة الأطباء، قررت النقابة إحالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين إلى هيئة التأديب الابتدائية، وده بناء على المذكرة المقدمة لمجلس النقابة من لجنة آداب المهنة. وكانت لجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء قد استدعت على التحقيق بناء على
مجلس النقابه لهذا، لكن الاغلبيه انتظرت. فالوزير جه في اليوم اللي قبل الاجتماع واجله، يعني اعتقد ان هو حفظا لبال وجل عدم وصول يعني استجابه رسميه من مجلس النقابه او اعلان ان احنا هنلتقي او اي شيء. ما انا بقول لحضرتك الكل مسؤول عما يحدث حاليا. انا مش مبسوط لا من ده ولا من ده، والنتيجه كلنا ان احنا كلنا بندفع الثمن، وهناك جمعيه عموميه يوم الجمعه القادمه لا نعلم يعني من كم طبيب حياتي والقرارات اللي هتطلع، لان برضه على الناحيه الاخرى التحقيق يعني محلك سر في النيابه العامه بقالنا اكثر من شهرين، وهذه هي الرساله التي ترسل طيب. الى المعتدين على الاطباء. كلام موضوعي ومحترم دكتور خالد سمير، ارجو انك تخليك معايا. وهرجع للدكتور خالد مجاهد، يعني سمعت طبعا تعليق الدكتور خالد سمير، هو لم يكن يتمنى ان يحدث هذا التصعيد، هو بيلوم على كل الاطراف، هل ممكن يكون في حل لهذا الموقف الان ولا لا؟ استاذه ريهام، احنا من الاول اعتقد الدكتور خالد مع كامل احترامي له رد على نفسه، يعني احنا مين بيصعد ومين بيلم الامور؟ حضرتك احنا من اول يوم حصل فيه مشكله مع الاطباء، وزاره الصحه على راسها السيد الوزير ما تاخرناش عن الاطباء، وزي ما قلت لحضرتك من قبل احنا وقفنا معاهم وبعتنا معاهم محامي من اول يوم وحضر التحقيقات، وخاطبنا السيد وزير الداخليه وخاطبنا السيد النائب العام وناشدنا وكلمنا الاطباء وحاولنا نقابل الاطباء ونقعد معاهم اجتماع مع رئيس الوزراء مع وزير الصحه مع وزير الداخليه، حاولنا كل المحاولات لاحتواء الازمه وحل المشكله، والاطباء دول ولاد وزاره الصحه واحنا معاهم قلبا وقالبا. ولكن يعني ايه علاقه النهارده ان موضوع امناء الشرطه يا فندم قيد التحقيق في النيابه؟ ايه علاقه ان موضوع امناء الشرطه قيد التحقيق وان ما زالت الازمه مستمره زي ما الدكتور خالد بيقول، وعلاقه تحويل وزير الصحه للتحقيق او لجنه اداب المهنه؟ وزير الصحه يا فندم باكد تاني على حضرتك بيشغل منصب سياسي منذ صدور قرار جمهوري له، وليس من حق اي جهه محاسبته غير البرلمان، لكن النقابه ما لهاش اي علاقه بيه لان هو لا يعمل اي عمل. تمام. وبأصر ان هذا قرار الجمعيه العموميه للنقابه بحاله الوزير للتحقيق ده قرار مخالف لكل نصوص الدستور والقانون. تمام. انا بشكر حضراتكم، وعايز ارجع للدكتور خالد سمير، هل شايف اي امكانيه لانه يتم احتواء الموقف ولا نقول ايه قبل انعقاد الجمعيه العموميه اللي جايه؟ انا عايز اوضح حاجه بسيطه. انا بتفق مع الدكتور خالد في اللي بيقوله، لكن الفكره ان احنا خدنا الامور مش بسياسه، خدناها بعين قرار الجمعيه العموميه هو مجرد شكوى مقدمه ضد طبيب في لجنه التحقيق، وكان ممكن جدا اي محامي بسيط من الوزاره يروح لجنه التحقيق يقول الكلام اللي بيقوله الدكتور خالد ويغلق التحقيق، كان هذا يعني اول طريقه لانهاء الازمه، لان فعلا جزء كبير من اللي بيقوله الدكتور خالد صحيح. النقابه لا تحاسب الاطباء على حياتهم الشخصيه ولا على ادائهم السياسي ولا غيره، هي بتحاسبهم على مخالفات قانونيه محدده في قانون نقابه الاطباء. طبعا لما يكون في جمعيه عموميه ويكون الناس مستثارين ويكون في مشاكل كتير ممكن اي حد يقترح اي حاجه، لكن في النهايه قرار الجمعيات العموميه بتحويل حد لجنه اداب المهنه هو شكوى جماعيه ممن حضروا الجمعيه العموميه ضد هذا الطبيب وعلى لجنه التحقيق التاكد من وجود مخالفات. لكن العناد اللي حصل من الطرف الاخر برضه ما هوش مطلوب، يعني احنا عايزين في النهايه الحل. خلينا في النقطه اللي وصلنا ليها دلوقتي، وبصراحه يعني امبارح كان عندنا مجلس نقابه، انا عرضت كل هذه الافكار على مجلس النقابه، مجلس النقابه نفسه في وضع يعني لا يحسد عليه، هناك جمعيه عموميه لا نعرف القرار اللي هيتخذ في ظل ان حتى الان التحقيقات مستمره الى ما لا نهايه، يعني في قضايا يا جماعه عارفين ان هي تمس الامن القومي، الناس عايزه تعمل اضراب، عايزين نعمل كذا، ما نسرعش التحقيقات شويه عشان ننهيها، نحولهم للمحاكمه والمحاكمه تشوف اللي هي عايزاه تبرئهم. تمام. فحضرتك امبارح اقترحت ايه يا دكتور خالد؟ احنا طبعا كنا بندرس الموقف من كل جوانبه، وفي النهايه القرار ان الجمعيه العموميه هتتخذ، المجلس ان يتقدم بمقترحات محدده للجمعيه العموميه، ستقدم بتقرير عما حدث في الفتره الماضيه، والجمعيه العموميه هي اللي هتصدر القرار. طبعا هناك وضع ثاني اخر، هناك تشكيل وزاري جديد او في تعديل هيحصل، برضه نتائج هذا التشكيل الوزاري هيكون في تغيير في وزاره الصحه او لا، ده كله علامات استفهام. وبعد كده ازاي نحل المشكله جوه النقابه في موضوع التحقيقات وغيره؟ القانون نفسه بيقول ان المفروض الاطباء لم يحصل بينهم مشاكل، النقابه تحل المشاكل بينهم
تمام يتحقق معاه وتبقى فيه مسلط عليه. اشكرك واتمنى انه ده يوصل ايضا لمجلس نقابه الاطباء دكتور خالد، وانا بحييك الحقيقه على الموضوعيه اللي حضرتك بتتحدث بيها، بس اتمنى انه يكون الجميع لديه هذا الـ يعني او هذه النظره زي ما قلت الموضوعيه. انا بشكرك جدا دكتور خالد سمير عضو مجلس نقابه الاطباء، والدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. طيب النهارده كمان من الاخبار الايجابيه